النتيجة عندنا إسبرسو لحكريمة. ثاني شيء النتيجة اللي راح تطلع لنا مو إسبرسو خالص، خلونا نقول أكثر هو جهة اللونغو، يعني كمية الموية تكون زايدة نظرا لأنه عبينا موية كثير. ثالث ميزة تنفع للسفر لأنها ما تحتاج ميزان، بس طاحونة اللهم وموية حارة. بالنسبة للطعم طبعا على حسب الطحنة وعلى حسب الكمية الموية اللي استخلصناها. فضلت الميني إسبرسو على الموكا بوت من ناحية تحضير الإسبرسو.